حياك يا رالف. فأحمد معين تصويبة قوية لكن الكرة كانت في وسط المرمى مما مكن حارس المرمى يزن نعيم من التصدي للكرة الماضية وإبعادها. طبعا كنت أود الحديث عن نادي قطر وإحصائياته في الجولة الثانية من الموسم الماضي والموسم في هذه اللحظات يصوب كرة ومن قبل منقذها في اللقطة الماضية. الله 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 عبد العزيز متولي أمس الكرة.